وللمزيد من التفاصيل معنا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز من حما. أهلا بك محمد. يعني أكثر من 10 قتلى لقوات النظام على جبهة المداجن في ريف حما الجنوبي، ما آخر المستجدات هناك؟ نعم فرح، علمت قوات الثوار المتواجدين في ريف حما الجنوبي، علموا بحشود لقوات النظام المتمركزة في ريف حما الجنوبي أيضا، التي كانت قد قامت بحشد قواتها للتقدم إلى محور قرية الزارة وحر بنفسه وطلف وهذه المناطق في ريف حماة الجنوبية. طبعا للتنويه والجدير بذكر أن الثوار تمكنوا من تحرير قرية الزارة منذ حوالي الشهر تقريبا، وهي قرية موالية للنظام، سيطروا عليها وفي عملية نوعية وتمكنوا من قتل العديد من عناصر النظام واغتنام آليات وتدمير أخرى. اليوم صباحا حاولت هذه القوات التقدم باتجاه قرية الزارة، ولكن الثوار كانوا قد قاموا بنصب الكمائن لهذه القوات وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، أكثر من 15 قتيلا لقوات النظام والميليشيات المساندة له، وأيضا أكثر من 10 آليات تمت وأصبحت بين مدمرة واغتنمها الثوار، وأخرى اغتنمها الثوار في هذا المحور. أيضا تمكن الثوار من اغتنام ذخائر وتمكن من أسر عناصر لقوات النظام في ريف حماة الجنوبي. طبعا أيضا الجدير بالذكر أن منطقة ريف حماة الجنوبي وحمص الشمال تعرضت لأكثر من 50 غارة جوية من الطيران الحربي والطيران المروحي، الذي شن غاراته على المناطق التي تدور فيها الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام المدعومة بالميليشيات الشيعية وأيضا ميليشيات الحشد أو ميليشيات الدفاع الوطني. الغارات أيضا استهدفت المناطق المدنية في ريف حمص الشمالي وفي ريف حماة الجنوبي. في نهاية المعركة لم تتمكن قوات النظام التقدم ولو شبرا واحدا باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الثوار. طبعا أيضا الجدير بالذكر أن قوات النظام تحاول بشكل مستمر التقدم على هذا المحور للسيطرة على قرية حر بنفسه وفصل ريف حماة الجنوبي عن ريف حمص الشمالي، ولكن الأمر بات صعب جدا عليها بعد أن تمكن الثوار من السيطرة على قرية الزارة، عادت يعني عدة كيلومترات بعيدا عن قرية حرب نفسه، ولكن في كل مرة تحاول التقدم من محور المداجن باتجاه قرية حرب نفسه، ولكن كل محاولاتها تبوء بالفشل، وغالبا ما تتكبد هذه القوات خسائر في الأرواح والعتاد نتيجة الكمائن التي يقوم بها الثوار. وأيضا يقوم الثوار على هذا المحور بعمليات نوعية ضد قوات النظام، أيضا تسفر عن مقتل عدد من قوات النظام وأيضا اغتنام آليات وأسر عناصر في كثير من الأحيان وضباط. بالانتقال إلى ريف حماة الشمالي، نعم، طيران النظام الحربي والمروحي أيضا شن عدة غارات على مناطق كفران بودا وكفر زيتا واللطامنة، وهذه المناطق أسفرت هذه الغارات أيضا عن دمار هائل في البنى التحتية. طبعا هذه المناطق خالية تماما من سكانها، نزح أهلها نتيجة تدميرها بشكل شبه كامل باتجاه مخيمات شمال إدلب، هربا من القصف والموت الذي عاشته لفترة طويلة هذه المناطق. بالانتقال أيضا إلى ريف حماة الغربي، مناطق سهل الغاب المحررة تتعرض للقصف بالطيران الحربي والمروحي، أيضا تعرض للقصف من قبل حواجز النظام المتمركزة في جورين وغيرها من هذه المناطق. شكرا لك محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من حماة.